فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. الحديث واضح، إن الحلال بين والحرام بين بأدلتهما كما بينهما الله ورسوله من الحلال والحرام كالزنا والسرقة وشرب الخمر والاعتداء على الناس وما أشبه ذلك، هذه جرائم بينة وذنوب بينة، وأكل الحرام وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي وأكل مال اليتيم، نعم هذه، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه كبائر عظيمة، بل هي أكبر الكبائر. وهناك ذنوب صغائر قد يغفرها الله جل وعلا إذا اجتنبت الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. نعم.